أوكي عمر، ألف مبروك على جائزة أسبوع النقاد والفبريشي، ومبروك أيضا على المشاركة وتأكيد الحضور للمرة الثانية في مهرجان كان. مبروك لأن الجائزة منحت لك من قبل لجنة رأسها المخرج الروماني المتميز كريستيان مونجو. ما هي انطباعاتك إزاء هاتين الجائزتين وإزاء حضورك؟ يعني فخور جدا صراحة، لانه السينما المصريه والسينما العربيه كان دايما بيتبص لنا بصه ان احنا سينما الموضوع، سينما القضيه، سينما الفكره، بس مش سينما الفن. ودي كانت حاجه بتشغلني دايما، ان احنا فنانين اكتر من اننا بنحكي عن مواضيع بعينها. وكان دايما في افلام بيتبص لها نظره الفيلم ده موضوعه ساخن او بيناقش موضوع معين، فبناخده بغض النظر عن الجوده الفنيه. وكنا دايما نقول هم ليه مش شايفيننا فنانين؟ ليه بيبصونا النظرة المعلبة بتاعت أفكار معينة سياسية؟ أحيانا أفكار زي ما الغرب دايما يحب يبص أحيانا لثقافتنا. بس هي الحقيقة أنا سعيد جدا إن إحنا خدنا جايزة على عمل فني، وهو أنا شايف إنها حاجة طبيعية، لأن إحنا مش سينما جديدة، سينما مصرية سينما قديمة جدا وعريقة. ويعني حسيت بسعادة شخصية إنه طول عمرنا في مصر نفسنا كنا نكسب جايزة بفيلم كويس فحصلت لنا، فحسيت بسعادة كبيرة ليا وللسينما بتاعتنا يعني، والسينما العربية طبعا يعني. كلامك هذا يذكرني بالشكوى المتواصلة للمخرجين الفلسطينيين في العقود الماضية. كانوا دائما يطالبون الجمهور والنقاد بالتعامل مع أعمالهم من منطلق فني، وليس فقط من منطلق خلينا نقول سقيفة القضية أو سقيفة التضامن السياسي مع القضية. ميشيل خليفي ورشيد مشهراوي، محمد بكري وهاني أبو سعد وغيرهم من المخرجين الفلسطينيين كانوا دائما يطالبون وينادون النقاد بمشاهدة أفلامهم على اعتبارها أعمال فنية وليس فقط أعمال قضية أو أفلام قضية. كانوا يقولون القضية هي حكايتنا، هي حياتنا، لكن ما نفعل من أفلام هي إنجازنا. وهناك نص نشره قبل أيام الفنان يسري نصر الله في صفحته في الفيسبوك، يقول كفاية أن نتحدث دائما عن موضوع أنه هذه هي المشاركة الأولى، مشاركة عمر الزهيري والجائزة التي فاز بها. يقول يسري نصر الله ليست المشاركة الأولى ولن تكون الأخيرة. يقول يسري نصر الله مرة أخرى أن هذه الأفلام ليست أفلام صنعت للمهرجانات، وإنما هي أفلام تتحدث، تروي، تحكي حكايات تقع في الواقع وتقدم رؤى عن هذا الواقع. هل تعتقد عمر بأن هناك تغيير ما سيحصل في الرأي لدى الجمهور ولدى النقاد أن هذه الأفلام ليست فقط أفلام مهرجانات أو ليست أفلام صنعت لمتفرج خارج بلادنا، وإنما هي أفلام تتحدث عن بلادنا؟ أيوة طبعا، لأنه هو كلام أستاذ يسري صح، لأنه ودي حاجة أنا يعني إحنا هي سينما يعني كان متوارع عنها النظر، يعني سواء اللي حصل مع السينما الفلسطينية أو السينما العربية بشكل عام. يعني أنا كعربي كنت بواجه الأمر إن أنا إزاي أقدم السينما بتاعتي كسينما فنية مش سينما قضية زي ما حصل. على الجانب التاني الجمهور باختصار احنا دورنا كسينمائيين احنا نصنع الافلام بمنتهى الاخلاص ونسيب الفيلم للجمهور يقرر بشكل انساني هل الفيلم يعني الفيلم جذبهم ولا لا. بس الحاجه اللي انا اعتقد انها موجوده بالذات في الاجيال الحاليه ومن الجيل اللي انا انتمي ليه والوضع الحالي، ان حصل انفتاح كبير قوي عند الجمهور، حصل وعي اكبر عند الجمهور العربي لسببين. سبب التطور الكبير في حضور المهرجانات العربي بشكل عام، لان بقى في مهرجانات عربي كتير بتستعرض افلام من العالم، وبقى في سينما عربيه متطوره، وبقى كمان في يعني بسبب التواصل الجديد والانفتاح الوعي كبر، الوعي اتسع دلوقتي.
اللي انا شايفه انه اللي هيحصل في فيلم زي ده او افلام تانية انه في اهتمام حقيقي من الشباب تحديدا الشباب لمشاهدة سينما جديدة من غير الحكم عليها، لانه هو كان بيتقال انها سينما نخبة زمان، ودي كانت اعتقد كان تصنيف ظالم، لانه هي سينما مختلفة وطبيعي انها تبقى مختلفة، لانها يعني اختلافها ده هو اللي بيخلق التطور للسينما. الاختلاف جاي من التطور، جاي من الخصوصية، جاي من هوية كل صانع فيلم. فاللي انا شايفه انه انا احساسي انه اللي حصل في المهرجان مع الفيلم بتاعنا السنة دي، ومش تحديدا الجائزة دي شيء كبير وتقدير، هي جائزة تقدير كبير، ولكن اللي غير التقدير هو رد فعل الجمهور، رد فعل النقاد، اللي هو الفيلم وصل، يعني اللي خرج من القلب وصل للقلب. انا اعتقد انه الجائزة هتخلينا ندفع الفيلم اكتر للجمهور، وانا حتى من غير الجائزة ما عنديش اي، انا فخور جدا بالفيلم ونفسي الناس يشوفه. وبصراحة ما نقدرش نلوم الجمهور في الوطن العربي، لانه السينما دور العرض مش كفاية للعروض، ومكلفة على المنتجين والموزعين هما ينشروا الافلام المختلفة بشكل كبير، فهي مسألة بتاخد وقت، بس احنا ماشيين لقدام، ده اللي انا شايفه، بنتطور بدليل النتيجة اللي حاصلة. يعني النتيجة العربية مؤخرا، لو هنتكلم على مصر، احنا السنة اللي فاتت كان عندنا فيلمين في مهرجان، كان فيلم سعاد اخراج ايتن امين في الاختيار الرسمي، وعندنا فيلم 16 اللي كسب السعفة الذهبية للفيلم القصير، وده كان انجاز غير مسبوق بالنسبة للسينما المصرية، اخراج سامح علاء. ومش احنا بس، يعني كل الدول العربية السنة دي، احنا كمان، احنا السنة دي في كان، انا كنت بقرا انه بيقولوا السينما العربية مش حاضرة كفاية، لا، السينما العربية حاضرة بقوة في المهرجان. يعني في فيلم حيدر رشيد في اسبوع المخرجين في الكنزان، في فيلم إليدا غير البحر امامكم، في فيلم نبيل عيوش في المسابقه الرسميه، في فيلمنا في اسبوع النقاد، في فيلم ليلى بوزيد في، يعني اللي انا حاسه انه، وفي فيلم حفيظه حرزي في انستغرام، في 6 افلام عربي في سنه شديده المنافسه في مهرجان كان بعد الكورونا وبعد كل ده، فالحضور العربي قوي. ولا هو احنا محتاجين بس نقدر، يعني نقدر بشكل موضوعي واحنا ماشيين لقدام. فالحمد لله ان احنا، انا شايف انه لا، احنا في تطور كبير ومحسوس، يعني بقينا حاسينه. لجنة التحكيم التي ترأسها كريستيان مونجو وصفت فيلمك ريش بانه فيلم جريء فيه خيارات جديدة لا تخلو من التحدي والمغامرة. خلينا نروي للمشاهد عن ماذا يتحدث فيلمك، ما هي أحداث الفيلم وما الذي يتناوله. اللي جذبني في الفيلم هي شخصية بسيطة جدا بتمر بتجربة لها علاقة بثقتها بنفسها بشكل ما، بس بدون وعي، مجرد إحساس. اللي أنا أكتر حاجة شدتني في الفيلم هو إنها شخصيات، وهي شخصية تبدو من بعيد إنها غير مميزة، مشكلتها غير مهمة. يعني هي شخصية، لو إحنا هنحكي سطر عن الفيلم، هو فيه ست عايشه مع جوزها معتمد عليها اعتماد كلي، وعايشه متعايشه مع ده، مش بتتساءل ده هل صح ولا غلط، هل ده منطقي ولا لا. ولكن اللي بيحصل ان جوزها ده بيختفي بشكل عبثي جدا، وفي عيد ميلاد ابنهم بيتقلب فرخه عن طريق سحر، تبدو نكته لانه فجاه بقى في فرخه قدامها، ولكن النكته هي ماساه ليها، احنا هنضحك عليها من بعيد، بس لما نقرب هنكتشف قد ايه الموضوع بالنسبه لها هو حياه او موت. ومن خلال القصه دي احنا بنقرب لنوع بني ادمين كانوا في زحمه الحياه عمرنا ما بنبص عليهم. واللي انا شايفه والدافع الكبير اللي خلاني اعمل الفيلم بالطريقه دي، واللي خلاني اكتشف الاسلوب اللي اتعامل بيه الفيلم، هو انه انا بشكل شخصي حاسس انه من اسوأ الحاجات اللي حاصله دلوقتي في الحياه ان احنا كبشر لسه بنسال اسئله كبني ادمين في العالم، مش بس في وطن عربي او في مصر، بنسال اسئله اساسيه عن الانسانيه، شبه اللون، شبه العرق، شبه الشكل، شبه الاساسيات بتاعت البني ادمين. فمن خلال الفيلم ده انا قادر اقرب من شخصيه همومها الحقيقيه حاجات بسيطه قوي، همومها الاكل والشرب والحفاظ على ما تبقى من بيت بسيط جدا، وازاي تتنجو بعيلتها الصغيره، اللي هي اساسيات الحياه اللي احنا دايما كنا مستبحينها وشايفينها ان هو امر عند الكل وعايزين نفكر في حاجات تانية. فمن خلال الفيلم ده انا كنت عايز اوصل زي ما يقولوا جسر ما بين عالمين، عالم شبه نخبوي عمره ما شاف
عمره ما بيهتم بمشكلات بسيطه، ويبقى دايما عايز المشكله المعقده، يعني يبقى عايز المشكله السياسيه المعقده او المشكله الفكريه المعقده، وما يهموش مشكله انسان بسيط. بس اللي احنا عملناه ان احنا رحنا قربنا قوي من قلب انسان بسيط، وشفنا من خلال عينيها مشكلتها كمان. واللي حصل انه الشكل الفني اللي اتعمل بيه الفيلم كان مخلص للسينما، يعني انا كنت عايز اعمل فيلم تماما بدون خجل من السينما بجمالها. السينما فن اقوى حاجه فيه انه يشوف، انك تقدر من خلال السينما تشوف اللي عينك مش بتشوفه، تشوف من خلال السينما الخيال اللي ملوش حدود. وده اللي حاولت اعمله في الفيلم، ان انا اخليه يعني كل، وكان كل اختيارات الفيلم انها شديده الحريه في الصوره، في الموسيقى، في الصوت، في طريقه التعامل مع المشاهد. ان انا كنت بحاول طول الوقت اعرض للمشاهدين لحظات غير متوقعه وغير معتاده في قصه بسيطه جدا. وده اللي خلى الفيلم يعني خلى الفيلم فيه شيء مختلف بالنسبه لي وحبيته، من غير ما افكر مرتين. كنت بعبر عن اللي انا حاسه وعايز اكتشف ده، وده اللي بشكل شخصي انا سعيد بيه، لانه التقدير جالنا على السينما اللي في الفيلم مش على اي حاجه تانية. في هذه الدوره من المهرجان كانت هناك 6 افلام السينما العربيه. اذا استثنينا فيلم اوروبا للمخرج العراقي الايطالي حيدر رشيد الذي عرض في مسابقه اسبوعاء المخرجين، الافلام الخمسه الاخرى، فيلم حيدر رشيد يتناول حياه شاب عراقي هارب من بلده ويحاول الالتجاء الى اوروبا ويتيه في غابه بعد ان يلاحق من قبل الشرطه وعصابات صيادي المهاجرين. الافلام الخمسه الاخرى التي عرضت في مهرجان كان بضمنها فيلمك، كلها مركزه على شخصيات نسائيه، وهذا برايي تكرار جميل لما حدث في مهرجان برلين السابق وفي مهرجان كان السابق الذي لم يقم. هناك افلام تحدثت او بالاحرى قدمت افلام شخصياتها الاساسيه نساء. فيلم جوانا حاجتوما وخليل جريج قدم فيلما صندوق الذاكره، هذا الفيلم كانت شخصياته كلها شخصيات نسائيه. هناك توجه الان بالكتابه او بكتابه شخصيات نسائيه، السينما المصريه والسينما العربيه بعدها غالبا ما كانت الشخصيات النسائيه شخصيات مسانده، مساعده، ثانويه، وحتى في الزمن اللي كانت فيه نجمات كبيرات، يعني غالبا ما كانت هذه الشخصيات هي شخصيات مسانده. هل تعتقد ان هناك توجه جديد للكتابه؟ فيلمك صحيح يتحدث عن الرجل الغائب او عن الريش المنتوش، لكن في نهايه الفيلم يتحدث عن شخصيه نسائيه، امراه تكافح تناضل من اجل ان تبقي حياه هذه العائله قائمه. انا شخصيا استبشر خيرا بان تبدا السينما العربيه بان تقدم لنا النصف الثاني من المجتمع العربي، او بالاحرى النصف الثاني زائدا بعض الشيء من المجتمع العربي، نساء مجتمعنا العربي. انا الحقيقه بالنسبه لي في الفيلم ما كانش فيه خطه واضحه من قبل ما تبدا الفكره ان انا هحكي عن شخصيه نسائيه ولا لا، ما كانش ده الهدف. بس انا اللي كان شاغلني هو انا كنت ماشي ورا القصه والدراما في الفيلم، وبعدين انا شايف انه الفيلم معني بالانسان بشكل عام بغض النظر عن نوعه. هو الشخصيه احدى الشخصيات الاساسيه اللي هي اللي بيدور حواليها الفيلم هي امراه، ولكن مش من منطلق نسائي او ذكوري، هو من منطلق الاضعف والاقوى جوه منظومه كامله. فهي الفكره انه في نهايه الفيلم احنا بنشوف كل الشخصيات، مفيش شخص مذنب ولا، كل الشخصيات متساويه في الحكم، مش في الحكم بس في الظروف اللي هما فيها. انا رايي انه اللي انا حاولت اعمله في الفيلم، وده اللي رد فعل اللي جاي من عند الناس، ان انا حاولت اسيب ابواب مفتوحه كتير في القصه وفي الاسلوب اللي اتعامل بيه الفيلم، اني ما كنتش موضح، كنت بسيب علامات بسيطه
تخلينا ندخل نتعامل مع كل شخصيه بقلب مفتوح. يعني انا ما كانش عندي اسماء للشخصيات، ما عنديش اماكن معروفه، ما عنديش اي مكان اقدر ولا زمن احدده عشان اخلي الفيلم معني بالانسان بشكل كبير. فانا بالنسبه لي ما كانش الحكي عن الشخصيه النسائيه المظلومه، ولكن كان عن الانسان عموما اللي مش الغير بطل، الانتي هيرو. يعني انا كان اللي شاغلني هو الانسان اللي مش بس مهمش، الانسان اللي في الضل، الانسان اللي العين المجرده مش بتشوفه. عارف حضرتك انك جبت ميكروسكوب ورحت على حاجه، انا عملت كده، انا ده اللي حاولت اعمله. فهو الموضوع كان لانه فيه بس في الاخر التاويل اللي حاصل انه فيلم نسائي ده شيء نابع من رد فعل من الجمهور، ودي حاجه كويسه. انا رايي ان هو الفيلم عن يعني لا، انا عملت الفيلم بشكل شخصي جدا، مش بقول ان القصه شخصيه، بس علاقتي بالفيلم كانت علاقه شعوريه جدا، ما كانتش علاقه تقنيه او علاقه اثبات شيء تقني معين. فكنت بتعامل مع الفيلم كابن، فبحكي عن ام كابن او كزوج. فكنت بالنسبه لي بتعامل مع كل شخصيه بشكل انساني جدا، وده اللي شغلني. والحقيقه كمان انا شويه يعني الفيلم كان فيه جزء مش التجريب، بس كان فيه جزء من القرارات الجريئه جدا اللي انا خدتها، جريئه في انه حاجات ممكن يبقى فيها اخطاء في من 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 ان ممثل يبقى عفوي زياده، انه مشهد بسيط جدا ابسط من اللازم بس فيه احساس معين. وقلت اجرب واشوف، والرهان كسب، الناس كلها خارجه بتتكلم على اللحظات دي وتعلقوا بالفيلم من قلبهم. وكذلك موضوع ان الفيلم حصل تعلق كبير بالشخصيه الاساسيه اللي هي بطله الفيلم. فانا شايف انه ما نقدرش نقول واحنا بنعمل فيلم، او انا مش مع فكره ان انا اقول انا هعمل فيلم عن شخصيه نسائيه. انا هعمل فيلم عن شخصيه انا حبيبها متعلق بيها، وقد ما حطينا قلبنا انا والممثلين في الشخصيه قد ما وصلنا لنتيجه زي اللي حصل. بخصوص الممثله البطله الرئيسيه بدورها، هو اللي حصل باختصار ان انا كنت اسلوب اخراج الفيلم، انا كنت عايز اخلق عالم مش معتاد، مش مستهلك، مش عالم واقعي، لان الواقع خلاص احنا متشبعين بيه في وجهه نظري. وعايز افاجئ واخلق عالم اخلق للجمهور رحله اماكن عمرهم ما راحوها، سواء شعوريا او بصريا. فكان الهدف هو اختيار اشخاص ما مثلوش، ما عندهمش خبره بالكاميرا، ما عندهمش اي نوع من الوعي بالوقوف قدام الكاميرا او عندهم اي راحه قدام في اماكن التصوير. وكان الهدف هو تبسيط الامر عليهم جدا، بحيث انه يجوا قدام الكاميرا وكانه فيلم تسجيلي، كانها حياتهم، وبشكل بسيط يتفاعلوا قدام الكاميرا ويبقوا على طبيعتهم. فاحنا نصدق اكتر ان المكان العبثي جدا ده جواه حياه حقيقيه. ده كان الهدف. من خلال ده كان في رحله شاقه، رحله بحث طويله عن الممثلين كلهم. وكنت بشتغل بالانطباع، الممثل اللي احس ان هو كشخص عندي انطباع ان هو ينفع للدور، كنت بقول هو ده، من غير ما يحصل تعقيد في التعامل، من غير ما نعمل تدريبات تمثيل، من غير ما، بس كشخص كنت بخليه على طبيعته. ما كانش فيه مثلا سيناريو معقد بيتقري، كان فيه سيناريو بسيط بيتحكي عن الفيلم، بس مش سيناريو تقني اللي هو احنا نفهمه كسينمائيين. كنت مبسط الامور، ولكن الشخصيه الرئيسيه للفيلم كانت قادره بشكل بسيط تتفاعل مع الاحداث. يعني كنت دايما هي بقول لها احنا هنا مثلا هنمر باحساس معين، هي كانت مرتبطه بده بشكل ما في حياتها، فكانت قادره على الطبيعيه بتاعتها هي اللي عملت كل حاجه. فهم كانوا هايلين، يعني ما كانش حتى التصوير كان سهل قوي مع كل الممثلين. هناك امر اخر عمر اثار انتباهي في اثناء الحديث عن فيلمك وعن بعض الافلام العربيه الاخرى التي عرضت في المهرجان، بالذات فيلمك وفيلم حيدر رشيد اوروبا. النقاد بالذات كما اشرت الى المسببات التي قدمتها لجنه التحكيم برئاسه كريستيان مونجو بخصوص فيلمك، المسبب جائزه النقاد المستقلين لفيلم اوروبا لحيدر رشيد، الكل تحدثوا عن القرب الشديد لكاميراتكم مع الشخصيه، مع البطل.
هناك محاولة للولوج إلى داخل الشخصية، وكأنكما تحاولان أن تجعل المشاهد يصبح جزءا من الشخصية التي تقدمونها في الفيلم. في فيلمك هناك اقتراب شديد، وأنت قلت قبل قليل أردت أن أدخل إلى داخل شخصياتي وأن أقدمها، أو بالأحرى أن أجعلها تقدم نفسها للمشاهد. حيدر رشيد يلصق الكاميرا برأس بطله كمال وبجسده ويلاحقه على بعد سنتيمترات قليلة، وكأنه يريد منا كمشاهدين أن نكون نحن داخل رأس البطل، أن نهرب مثله كما يهرب هو في الغابة. صح. أنا في الفيلم عندي كنت بحاول يعني هو الفيلم باختصار هو كله بيتحكي من وجهة نظر الشخصية، وكان طول الوقت قراري نابع من إنه هل الشخصية ممكن تشوف اللحظة دي ولا لا، مش أنا كمخرج أشوفها ولا لا. فكان كل لحظة في الفيلم هي خارجة من إحساس الشخصية في التوقيت ده، فتحول لشيء مميز. فكان مثلا الوقت اللي بنقرب يعني القرب، وده اللي عمل إحساس رهيب بالقرب، لأن أنت قادر تحس بغزل اللقطات جنب بعضها أنها كلها جاية من تناغم وجهة نظر الشخصية دي. فدي الفكرة اللي أنا كنت يعني بكل مش بس جرأة بس بكل إخلاص للشخصية، وده كان شيء أنا يعني كنت عايز أكون مخلص للشخصية، والإخلاص ده هو اللي خلاني أتحرر من أي زي ما يقولوا إيه تفكير كتير. كنت خلاص اللي بحسه بنروح نعمله وطلع. فده الشيء اللي أنا هو باختصار أمر بسيط، إنك تخلص تماماً للشخصية اللي معاك، وتبقى دايماً عارف إنه ممكن تضحي بلقطة تبدو سينمائياً قوية جداً لو مش مناسبة لإحساس الشخصية. والتناغم والشك والتناغم والتركيبة على بعضها هي اللي بتعمل الفيلم، فبقى الفيلم على بعضه كواحدة هو اللي قوي، مش بس مجرد لحظة أو لحظة. فأنا من هنا يعني كانت جات الفكرة دي. شكراً عمر على هذا الوقت الذي خصصته لي، للحديث عن فيلمك، عن مشاركتك، عن المشاعر التي رافقتك خلال الأيام القليلة التي قضيتها في كان. بالتأكيد سيكون لهذا الفيلم حياته الخاصة، وأتمنى لك النجاح في هذا المشروع وفي المشاريع المقبلة.